السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم عبد الرحمن بنورة، ومن عنوان الفيديو إن هو السفر في زمن الكورونا. هنروح النهاردة مصر من عن طريق مرسي، وهننزل ترانزيت في اليونان. فتعالوا أوريكم بقى التجربة السفر في زمن كورونا عامل إزاي. يلا بينا. اولا كده وقبل اي حاجه، لازما الدخول بالماسك اجباري، دي اول حاجه. و لو انا مش لابس ماسك غرامه 300 يورو على طول، ما بيهزروش يعني. وادينا بقى داخلين المطار، بقى نخش نوريكم الدنيا جوه عامله ايه. طيارتنا نزلت على الشاشة اهي، وهي طيارة بتاعت اليونان بتاعت الساعة 6:30. هي مشيت من على الشاشة وهتيجي تاني. وطيارتنا هي الطيارة دي اللي هتطلع 6:30 توصل اليونان ان شاء الله، وبعدين نروح على ام الدنيا. الحمد لله الاجراءات كلها طبيعية، خلصت كل حاجة، التفتيش والشنط وكل حاجة. بس المختلف بس ان هما في بعض البلاد بتحتاج تحليل كورونا اللي هو PCR. فانصح اللي هيسافر يبقى عامله من قبلها بيومين، عشان ايه؟ تبقى الدنيا تمام معاه وما يحصلوش مشاكل في الضمان. في دول بتحتاج ودول ما بتحتاجش. خلاص كل حاجة، وقاعد اهوت في الهول مستني الطيارة تيجي. المفروض هتيجي ورايا هنا، بس هي ايه لسه ما جاتش. المفروض هتيجي على الساعة 5 كده ولا حاجة. ف اديكوا شايفين يعني، دي جولة في مطار مرسي زي ما انتوا شايفين كده. انا قاعد على كرسي بيلف زي الكرسي اللي ورايا ده، حاجه كده عمال بلعب بيه يعني. وزي ما انتوا شايفين، هو ده المطار، ده تيرمينال 1. تيرمينال 2 قافلينه بسبب ايه؟ كورونا وكده. وما فيش حركه الطيران يعني، مش كتير. Your attention, please. We remind you that the wearing of the protective mask in the terminal is mandatory. Non-COVID passengers may be fined. الحمد لله بقى بعد ساعتين طيران مرهقين ومتعبين، طيران بالماسك بقى، انتم متخيلين المنظر؟ تفضل ساعتين لابس الماسك وقافل على نفسك، فحاجة صعبة. وصلنا هنا اليونان، عندنا ترانزيت ساعتين برضو، وهناخد طيارة اللي هتودينا مصر. الرحلة كانت مريحة، ولكن هي المشكلة كلها ايه؟ في الماسك. وطبعا بقى المطارات فاضية زي ما انتم شايفين، مفيش ركاب بقى خالص غير الضرورة يعني. الاجراءات بقى ما الاجراءات طبيعيه خالص، بس مفيش غير الماسك. كل المحلات اللي في المطار مقفله، انت بتيجي عشان تسافر، السفر اللي هو الضروره يعني. النقطه التانية، في وانت جاي مصر في ورقه بيدوها لك بتملاها، ان هو اقرار على نفسك ان انت تتعهد ان انت هتقعد 14 يوم في الحجر الصحي في مصر في بيتك يعني. وبس كده، نشوفكم في مصر بقى. Thank you.
الحمد لله بعد عناء سفر 6 ساعات وصلنا أرض الوطن، وصلنا مصر الحبيبة، مستنيين الشنط تطلع. كانت رحلة حلوة في ظل زمن الكورونا، وكنتش متوقع إنها تبقى سهلة كده، فالحمد لله على كل حال.